السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين. ما بعد، فنحن في ليلة السبت، ليلة 17 من جمادى الأولى لسنة 39 و400 بعد الألف، الموافق ليلة 3 من شهر فبراير لسنة 18 و2000. وما زلنا مع سورة آل عمران، ونحن مع الآية 26 من هذه السورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. يقول ربنا تبارك وتعالى: قل اللهم. الأمر للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، يقول له: قل يا محمد. قل تعظيما وشكرا وتوكلا، قل اللهم مالك الملك. اللهم هي معناها يا الله، اللهم معناها يا الله، يا مالك الملك. فوصف الله تبارك وتعالى بأنه الله، أي المألوه المعبود حبا وخوفا ورجاء، وأنه مالك الملك سبحانه وتعالى. تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. قلنا إن أول آيات سورة آل عمران من أولها إلى الآية 83 ذكر أهل التفسير أنها في نصارى نجران، لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم يجادلونه في عيسى عليه السلام. ومعروفة عقيدة النصارى في عيسى عليه السلام أنهم على قولين مشهورين: القول الأول أن الله ثالث ثلاثة، وأن الثلاثة هم الله وروح القدس وعيسى. والقول الثاني أنهم الله ومريم وعيسى، فمرة يجعلون روح القدس ومرة يجعلون مريم. فالله جل وعلا يقول للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: قل لهؤلاء النصارى الله مالك الملك يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء يعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير وهو على كل شيء قدير. هل هذه صفات عيسى عليه السلام؟ هل عيسى كذلك؟ لا شك أن الجواب لا، خاصة مع قوله: بيدك الخير، أي وحدك، ليس بيد غيرك. لم يقل الخير بيدك، وإنما قال: بيدك الخير، أي وحدك. فعيسى لا يملك لنفسه شيئا. قل: فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه؟ لا أحد يملك، خاصة وأن عقيدة النصارى البائسة التافهة الضالة أنهم يعتقدون أن عيسى عليه السلام صلب، وأنه أثناء صلبه بكى، وأنه أهين أثناء صلبه. فهل هذا يليق بإله؟ لا يمكن. وما أجمل رد ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى عندما قال لهم: أعباد المسيح لنا سؤال،
نريد جوابه ممن وعاه. إذا مات الإله بصنع قوم أماتوه، فما هذا الإله؟ وهل أرضاه ما نالوه منه؟ فبشراهم إذا نالوا رضاه، وإن سخط الذي فعلوه فيه فقوتهم إذا أوهت قواه. وهل خلت العوالم من إله يدبرها وقد سمرت يداه؟ وهل خلت الطباق السبع لما ثوى تحت التراب وقد علاه؟ وكيف تخلت الأملاك عنه، أي الملائكة، وكيف تخلت الأملاك عنه بنصرهم وقد سمعوا بكاه؟ وكيف أطاقت الخشبات حمل الإله الحق شد على قفاه؟ وكيف دنا الحديد إليه حتى يخالطه ويلحقه أذاه؟ وكيف تمكنت أيدي عداه وطالت حيث قد صفعوا قفاه؟ ويا عجبا لقبر ضم ربا، وأعجب منه بطن قد حواه. أقام هناك 9 من شهور لدى الظلمات من حيض غذاه، ويأكل ثم يشرب ثم يأتي بلازم ذاك، هل هذا إله؟ تعالى الله عن إفك النصارى، سيسأل كلهم عما افتراه. فهذه الآية يقارن الله تبارك وتعالى فيها بين عزته وقوته وملكه وجبروته، وبين ما يزعمونه من أن الإهانة وقعت على عيسى عليه السلام، وأنه بكى، وأنه كان ينادي ربه يقول يا أبتي لم شبقتني، أي لم تركتني، وغير ذلك من الأمور. قل لهم يا محمد أن الله مالك الملك، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، يعطي الملك من يحب ومن لا يحب، وينزعه كذلك سبحانه وتعالى. وهذا تابع لمشيئته سبحانه وتعالى، كما قال الله تبارك وتعالى عن كفار قريش وقال لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ لا، الله يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى لكمال ملكه ولكمال قدرته ولكمال عزته سبحانه وتعالى. ويقول سبحانه وتعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته، ويقول انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فالأمر كله بيده سبحانه وتعالى، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء. قالوا ينزع، إما إنه ينزعه بعد أن ناله صاحبه، وإما إنه لا يعطيه إياه أصلا، منزوع منه لا يأخذه لا يناله. قال وتعز من تشاء وتذل من تشاء، يعز من شاء سبحانه وتعالى ويذل من شاء سبحانه وتعالى. ثم قال بيدك الخير، أي وحدك كل الخير بيدك، وذكر الخير معرفة أي ليشمل الخير كله، بيدك كل الخير، إنك على كل شيء قدير، تخرج الحي من الميت، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل. تولج لها معنيان، المعنى الأول أن الليل يدخل على النهار كما دخل قبل قليل المغرب على النهار، فصار الآن ظلام، تولج الليل على النهار وتولج النهار على الليل، الفجر عندما يخرج الفجر ينشق الفجر، فالليل يدخل على النهار ثم النهار يدخل على الليل. والمعنى الثاني أن الليل يأخذ من ساعات النهار والنهار يأخذ من ساعات الليل، فترى في بعض الأحيان النهار قصيرا في الشتاء والليل طويل، وفي الصيف العكس، الليل يكون قصيرا والنهار يكون طويلا، فيدخل الليل على النهار أحيانا ويدخل النهار
على الليل، فيأخذ الليل من ساعات النهار ويأخذ النهار من ساعات الليل، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي. هذه صفات الله سبحانه وتعالى، وذلك هذه الآيات من الآيات التي فيها تعظيم لله تبارك وتعالى. استحب للإنسان إذا أراد أن يدعو الله تبارك أو يسأله شيئا يتقدم بين يدي دعائه بهذه الآيات، تعظيم لله سبحانه وتعالى. تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، تحتمل معنيين، إما الحي والميت معنويا وإما الحي والميت حقيقة. أما معنويا فيخرج المؤمن من الكافر ويخرج الكافر من المؤمن، فتجد رؤوس الكفر كأمثال أبي سفيان أبي جهل وأبي لهب وعقبة بن أبي معيط وعبد الله بن أبي بن سلول وحنظلة الفاسق، هؤلاء رؤوس الكفر كلهم أولادهم صحابة، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. عندما يكون الرجل صالحا ثم يرتد ولده كنوح عليه الصلاة والسلام، نبي كريم ولده كافر، يخرج الميت من الحي. أو تكون الحياة الحقيقية التي نعرفها كما تخرج الدجاجة من البيضة الميتة، وتخرج البيضة من الحياة من الدجاجة، تخرج النواة من النخلة وتخرج النخلة من النواة، يخرج المني من الإنسان ويخرج الإنسان من المني، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي سبحانه وتعالى. ثم قال: وترزق من تشاء بغير حساب. ترزق من تشاء، الله يرزق من يشاء. ولذلك قد ترى بعض الكفار أغنياء تجار يملكون من الأموال الشيء العظيم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. قارون كافر، ومفاتيح كنائز كنوزه، مفاتيح الكنوز وليست الكنوز، مفاتيح الكنوز تنوء أي تثقل على أولي القوة من الرجال، مجموعة من الرجال لا يستطيع حمل مفاتيح كنوزه. والآن أغنى أغنياء العالم كفار. الدنيا لا تساوي شيئا عند الله تبارك وتعالى، يعطيها من يشاء، من يحب ومن لا يحب. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، أي قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا مشاركة مع غيرهم، فتجد مؤمنا غنيا وتجد كافرا غنيا، لأن الدنيا لا تعدل عند الله شيئا، من أراد الدنيا أعطاها إياه سبحانه وتعالى سواء كان مؤمنا أو كافرا، يرزق من يشاء، لكن الآخرة للمؤمنين. وترزق من تشاء بغير حساب. غير حساب لها معاني كما ذكر أهل العلم، من معانيها أي بغير عوض، لا تأخذ من الناس حتى تعطيهم، بل يعطي عطاء بدون مقابل سبحانه وتعالى بغير حساب، أو أنه يعطي عطاء بلا عد سبحانه وتعالى، لا يحسب عطاءه، خذ مفتوح، عطاء مفتوح، أو أنه سبحانه إذا أعطى لا يحاسب الناس على ما أعطاهم، أعطيناك كذا أعطيناك كذا، يتركهم سبحانه وتعالى، أو أن الناس لا يستطيعون حساب ما أعطاهم الله تبارك وتعالى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ويرزق من يشاء بغير حساب سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير.
قول الله سبحانه وتعالى لا يتخذ، لا ناهية، أي إياكم أن تتخذوا، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. وهذه فيها آيات كثيرة في كتاب الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا الله عليكم سلطانا مبينا. ويقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ويقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وتخفي صدورهم أكبر. ويقول سبحانه وتعالى: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. فتولي الكافرين ومحبتهم لا تجوز، وفي الوقت ذاته ظلمهم لا يجوز. قلوبنا لابد أن تكون لله، نحب ما يحب الله ونبغض ما يبغض الله سبحانه وتعالى. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم. فالقصد أن القلوب لابد أن تكون لله. لا يتخذ إياكم، احذروا، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء بغض النظر عن كفرهم، يهود، نصارى، مجوس، هندوس، بوذ، ملاحدة، أيا كانت ديانتهم. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء. وأولياء تحتمل معنيين، أي لا تولونهم أموركم، لا تولوهم أموركم بحيث يكون لهم سلطة على المؤمنين. والله سبحانه وتعالى يقول: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. لا يولي كافرا على المسلمين، أو لا تتولونهم بقلوبكم، لا تحبوهم بقلوبكم وتنصروهم على المسلمين. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. ثم قال: ومن يفعل ذلك، تحذير، ومن يفعل ذلك أي يتولى الكفار، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، أي ليس على الأمر الذي طلب الله تبارك وتعالى، وليس من عباد الله الصالحين، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، أي ليس على طريقتنا ولا هدينا ولا سنتنا، فليس من الله في شيء. وحسب التولي. ثم استثنى فقال: إلا أن تتقوا منهم تقى، إلا أن تتقوا منهم تقى، يعني إلا إذا خفتم على أنفسكم منهم ضرر في النفس كالموت أو الضرب أو ضرر في المال، أخذ مالك أو ما شابه ذلك، فهنا يجوز للإنسان أن يتقي شرهم، كما قال الله تبارك وتعالى: من كفر من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. وقد جاء فيه حديث فيه ضعف أن عمار بن ياسر عذب وصاروا يضربونه حتى كاد أن يهلك، فقال لهم: ماذا تريدون؟ قال: سب محمد، فسب محمدا صلى الله عليه وسلم حتى إنهم قالوا مر جعل خنفسانة هذه، قال: هذا ربك؟ قال: هذا ربي، من شدة العذاب فتركوه. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم حزينا: كيف قال هذا الجعل ربي وكيف سب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فذكر للنبي ما حصل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئنا بالإيمان. قال: إن عادوا فعد، يعني إن عادوا إلى إيذائك عد إلى قول ما يريدون حتى تنجو منهم. وهذه التقية جائزة
باللسان، أما القلب لا يجوز أبدا. أو أن الإنسان يتقي بدون خوف من شيء حقيقي، أما أن يستخدمها بدون ذلك فلا يجوز، محرم، نوع من الكذب. وإنما أجازه الله تبارك عند الضرورة، إلا أن تتقوا منهم تقاه. ثم قال ويحذركم الله نفسه، أي يخوفكم نفسه، يخوفكم ذاته سبحانه وتعالى، ويخوفكم، خافوه، ويخوفكم الله نفسه وإلى الله المصير. انتبهوا، مرجعكم إلى الله، من أحسن فله الحسنى ومن أساء فلا يلومن إلا نفسه. وفي الآيات قراءتان، القراءة الأولى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، جاءت فيها قراءة الميت، يخرج الميتة يعني بسكون الياء، ليس الميت وإنما الميت، ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء، فالميت وميت. والثانية إلا أن تتقوا منهم تقاه، والقراءة الثانية إلا أن تتقوا منهم تقية، أيضا قراءة ثابتة عن النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على محمد. نحن نفرق، يسأل يقول بعض الناس عندما يرى بعض الكفار مثلا يحسنون إلى الفقراء أو أن أخلاقهم حسنة مثلا أو كذا، فيقول هؤلاء أحسن من المسلمين، فهل يجوز مثل هذا القول أو لا يجوز؟ الفرق بين الفعل وبين الفاعل. نعم الفعل طيب، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال عن النجاشي ملك الحبشة، قال وكان نصرانيا، قال إنه لا يظلم عنده أحد، فمدحه بهذا صلى الله عليه وسلم، وأمر المهاجر أن يهاجروا إلى هناك لأجل هذا الأمر. فقد يكون في بعض الكفار خير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خياركم في الجاهلية، خياركم في الإسلام إذا فقه، ولكن يبقى أن هذه الخيرية بالأفعال، أفعال معينة، لكن من ناحية الإيمان والكفر لا شك أن الإيمان أعظم من جميع هذه الأعمال التي يعملها. فلا يجوز يعني أن يقول في هذه الحيثية من هذا الجانب، لكن لا يطلق التفضيل على المسلمين، لا يجوز أبدا. نعم. يقول هل نعد نحن من الأغنياء؟ والله شوفوا، يعني أنا أذكر ذاك يوم جلس مع ابني فقال لي يعني الغني في مفهوم العالم اليوم، زين، الأغنياء يمثلون يعني تقريبا أكثر من 10% من سكان الأرض، يقول الكويت كلهم داخلين فيها. طالما أن الإنسان يعني لا يحتاج، لا يسأل، لا كذا، خلوا قضية والله علي ديون، علي أقساط، أنت جبتها لنفسك. في الناس هي قاعد، الناس يعني تستانس، كل من يملك، يقولون كل من يملك يعني 250,000 تقريبا فما فوق يعتبر غنيا، يعني كل من يملك بيتا في الكويت يعتبر غنيا. غالب البيوت الآن يعني ثمنها يجاوز 250,000، فكل من يملك بيتا يعتبر غنيا في مفهوم الدنيا الآن. فنحن الحمد لله بنعمة، لا الحمد والمنة، لكن الشاهد من هذا الغنى كما قال الإمام الشافعي غني بلا مال عن الناس كلهم، إن الغنى عن الشيء لا به، يعني الغني هو المستغني الذي لا يحتاج إلى أحد، هذا هو الغني، غنى النفس ولا يحتاج إلى أحد ولا يطلب من أحد، هذا هو الغني. أسأل الله يجعلني وإياكم من الأغنياء، لا نحتاج إلى أحد ولا نطلب من أحد، ولا نطلب إلا من الله سبحانه وتعالى، والله أعلم. بعض النساء إذا غضبت على أولادها تدعو عليهم بالموت رغم أنهم يحافظون على حفظ القرآن ويواظبون على ذلك، فما حكمه؟ النساء والرجال، لكن النساء فيهن هذا أكثر، وهنها إذا غضبت تدعو على أولادها، وهي لأن المرأة عاطفية وعاطفتها تغلب عقلها، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يكفرن العشير. قال كيف ذلك يا رسول الله؟ قال يحسن إليها طول الدهر، فإن أساء إليها يوما قالت ما رأيت منك خيرا قط، بسرعة تنسى،
لأن العاطفة تلعب فيها تؤذيها هذه العاطفة، وهي زينة العاطفة في ناحية ثانية في تربية أولادها وحنوها عليهم وعطفها، لكن في ناحية أخرى أيضا تغلب عقلها في بعض الأمور التي ينبغي فيها أن يحكم العقل. ولذلك المرأة هي دائما تطلب زوجها تقول طلقني مثلا، أو إذا غضبت قالت شيئا كثيرا من الكلام الذي لا يرضي الله سبحانه وتعالى، ومنها الدعاء للأولاد، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك علها تكون ساعة استجابة فيستجاب لها في أولادها ثم تندم الدهر كله وتبكي الدهر كله. فالإنسان يجب عليه أن يحكم عقله لا عاطفته، وأن يتقي الله تبارك في هذا الأمر خاصة في أولاده، لا يدعو عليهم، يدعو لهم، يعود لسانه، يعود لسانه. يعني أذكر بعض الناس الذي تعود على لسانه على علي الحرام علي الحرام علي الحرام، يقول مشكلة تعودت عليها، صار يغير يقول علي الحلال. قلنا زين أحسن، علي الحلال زينة، يحاول يعود نفسه لا يتلفظ بهذه الكلمة إن علي الحلال بدل علي الحرام. وهكذا تعود المرأة نفسها، يعني بدل ما تلعن ولدها تلعن شيطانه أو تسب شيطانه وما شابه ذلك من الأمور. لكن المهم أن المرأة لا يجوز لها أن تلعن أولادها، ولا الرجل طبعا لا يجوز له أن يلعن أولاده، علينا أن نتقي الله تبارك وندعو لهم، لا أن ندعو عليهم ولو أغضبونا. هم لا يريدون إغضابنا، لا يتقصدون إغضابنا إلا إذا كان ولدا منحرفا كبيرا في السن، وأنا أتكلم على الأطفال. لكن هكذا هم تصرفاتهم، هذه تصرفات صبيانية، هم لا يعقلون ما يتصرفون ويفعلون. فلذلك على العاقل أن يرتفع بعقله عنهم، لا أن ينزل إلى عقولهم ويصير مثلهم وأتفه منهم بعد. فتتق الله النساء في هذا، والله المستعان. هل يجوز التبرع بالأدوية الحكومية المراد إتلافها علما بأن الأدوية تغلف قبل انتهاء موعد صلاحيتها بستة أشهر؟ تتلف قبل انتهاء موعد صلاحيتها بستة أشهر. في طبيب هنا دكتور وليد موجود؟ مو موجود. ها في طبيب؟ تتلف. ايه ايه زين. التبرع بالأدوية الحكومية إذا كان لا يمكن إرجاعها للصيدلية، صيدلية الحكومة يعني، إذا لا يمكن إرجاعها نعم ما في بس الإنسان يتبرع فيها إذا كان لا يحتاجها وهي صالحة، أهم شيء تكون صالحة هذه الأدوية، لا يجوز أن يتبرع بها وهي غير صالحة. ثم حتى هذه الأدوية قد لا تصلح لهذا الشخص، تصلح لهذا الشخص، لابد من استشارة الطبيب. يعني قد هذا نفس المرض لكن هذا في عنده كلى، هذا ما عنده كلى، هذا عنده صرع، هذا ما عنده صرع، هذا السكر عنده مرتفع، هذا عنده ضغط، فلا يجوز يعني ياخذ دواء يعطيه الناس، لابد هذه الأدوية تعرض على الطبيب، والطبيب هو الذي يقرر ممكن يستخدمها فلان أو فلان، والله أعلم. لكن القصد أنه يعني يجوز أن يتبرع بها، لكن بشرط أن لا يعطيها كذا أي أحد خذها، وإنما يعطيها طبيبا أو صيدلية يعرف يعطيها لمن هكذا. نعم. لا هو استلم الأدوية هذه، ما يعني هو زائدة عنده هذه الأدوية، يعني أنا عندي أدوية مثلا زائدة استخدمتها وطبت وهذا زائدة ولا ترجع للحكومة، هل أرميها أو أعطيها؟ هذا القصد، أنا اللي فهمتها كذا. أما إذا كان لا يأخذ أدوية لا يحتاجها ليعطيها غيره لا يجوز. واحد يقول لأن مساكين مثلا بعض الفقراء من المقيمين أو البدون أو كذا ما يملكون ثمن الدواء، عطى فلوس خير اشتري دواء كاسر خاطرك، عطى فلوس مو تبوق تعطيه، لا تصير روبن هود. يعني تبي الصعاليك في السابق عروة بن الورد وعنترة وغيره يسمونهم الصعاليك، هذول كانوا يعني يسرقون الأغنياء ويزعون الفقراء، يسرقون من الأغنياء ويعطون الفقراء. أنت إذا فيك همة وفيك خير وفيك حرص على هؤلاء أنت تدفع لهم من كيسك، لا تعايد من كيس غيرك، عايدة من كيسك أنت، والله المستعان. يقول أنا شاب استقمت قبل فترة وكانت عزيمتي قوية
ولكن بدأت أشعر بالتكاسل حتى بدأت أغيب عن الفروض خصوصا صلاة الفجر، فما نصيحتكم؟ هذا أمر طبيعي أن النفس تيها فترة يعني تنشط، تيها فترة تخمل، الإيمان يزيد وينقص، هكذا فينا كلنا. ومن كان شيرته على خير فليستمر، وأنا أنصح هذا وأمثاله بالرفقة الصالحة. الوقت الذي تشعر أن نفسك حريصا على الطاعة احرص على رفقة صالحة تعينك، تذكرك، تناديك، تنصحك، تمنعك من الوقوع في الشر وغير ذلك من الأمور. فعلى هذا وأمثاله أن يتذكروا الساعات التي رجعوا فيها إلى الله تبارك وتعالى، كيف كانت سعيدة وكيف كانت مريحة، ثم بعد ذلك يحاولون العودة إلى ذلك مع الدعاء والبحث عن الرفقة الصالحة ومحاسبة النفس. هذه النفس لا تعطيها ما تتمنى، لابد النفس هذه كما قالوا النفس كالطفل، إن تتركه شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم، فلابد هذه النفس إن ما ندلعها، يعني نحاول أن نضبطها لعل الله سبحانه وتعالى أن يهديها ويقيمها. يقول: هل هناك أعمال ينتفع بها الميت غير الثلاث التي ورد في الحديث؟ ولد صالح يدعو له، صدقة جارية، علم ينتفع به. هذه المسألة وقع فيها خلاف بين أهل العلم، وقع فيها خلاف بين أهل، ما الذي ينتفع به الميت؟ الأعمال نوعان، إما أعمال بدنية وإما أعمال مالية، والذي يعرفون أنه لم يختلف أهل العلم في الأعمال المالية أنها تنفع الميت، اللي الصدقة عن الميت أنها تنفعه. وإذا قال ابن المبارك كما في مقدمة مسلم قال: أما الصدقة فلا أعلم فيها خلافا، يعني أنها تنفع الميت. واختلوا في الأعمال البدنية هل ينتفع بها الميت أو لا ينتفع بها، مثل واحد يصلي ركعتين بين المغرب والعشاء ويقول: اللهم اجعل ثوابها لفلان، أو يعتمر عن فلان، أو يحج عن فلان، أو يسبح تسبيحات بيده ويقول: اللهم اجعل ثوابها لفلان، أو يقرأ ختمة من القرآن ويقول: اجعل ثوابها لفلان، أو جزءا أو صفحة من القرآن ويقول: اجعل ثوابها لفلان. الأعمال البدنية بشكل عام هل ينتفع بها الميت أو لا ينتفع بها؟ طبعا التطوعات وليست الفروض، تطوعات، فهل ينتفع؟ هذه خلافية بين أهل العلم، وأكثر أهل العلم على أن الميت ينتفع بالأعمال المالية وبالأعمال البدنية. يعني يجوز أن تصلي ركعتين وتقول: اللهم اجعل ثوابها لأبي، أو تقرأ صفحة من القرآن تقول: اللهم اجعل ثوابها لأمي، أو تسبح تسبيحات وتقول: اللهم اجعل ثوابها لجدي، أو تتصدق وتقول: اجعل ثوابها لفلان شخص تعرفه، وهكذا. وذهب بعض أهلها لا ينتفع بها، والأظهر والعلم عند الله تبارك قول الجمهور، وهو أنه ينتفع بها الميت. ولكن كما قال الشيخ ابن تيمية يقول: ليست من هدي السلف، يعني لا يكثر منها الإنسان، عليه بالدعاء والصدقة، هذا أنفع شيء متفق عليه أنه ينتفع به الميت، الدعاء والصدقة، والأخرى إن فعلها فلا بأس إن شاء الله تعالى. يقول: هل أنا أملك مال، هل أتصدق به ثم أخذ من أبي؟ يعني من أبيك شوي سهلة، من أبيك سهلة، طيب، لأن هذا أبوك ولك حق عليه، لكن أهم شيء لا تطلب من الناس. ولذلك يقول ابن عباس رضي الله: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون، ويقول: نحن المتوكلون، فإذا وصلوا إلى مكة سألوا الناس. فالإنسان يتصدق بحيث أنه لا يطلب الناس، تصدق بالفائض، لا تتصدق وتطلب الناس. أما إن كنت تأخذ من أبيك فالأمر فيه سعة. وكان قيس بن سعد بن عبادة، سعد بن عبادة سيد الخزرج، سعد بن عبادة سيد الخزرج، وكان كريما، وكان من دعائه: اللهم إني لا أصلح للفقر ولا يصلح الفقر لي، اللهم أغنني من فضلك. وكان كريما، من أكرم الخلق. ويذكرون كما ذكر الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في السير أنه منذ هاجر النبي صلى الله عليه وسلم المدينة إلى أن توفاه الله، يعني تتكلم أنت عن 10 سنوات، تتكلم عن 3650 يوم تقريبا، يقول: ما مر يوم إلا وسعد بن عبادة يهدي للنبي هدية. إلى هذه الدرجة هذا الرجل كيف كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويحب الكرم. يذكرون عن ولده قيس أنه أكرم من أبيه، يقول: قيس أكرم من أبيه،
لدرجة أنه كان يقترض ليكرم، كان يقترض ليكرم. فذهب أبو بكر وعمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقولان له: يا رسول الله كلم قيسا فإنه يقترض ليكرم. فليكرم مما عنده، يعني الجود من الموجود، فقل له لا يقترض ليكرم، من اللي سمع أبوه قيس سعد بن عبادة. فذهب سعد بن عبادة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول ما بال أبي بكر وعمر يبخلان علي ابني، فليقترض وأنا أسدد. إيش عليكم أنتم؟ أنا أسدد عنه. فأنت صدق أبوك سدد عنك، ماكو مشكلة. هو يسأل عن رجال الإطفاء ومن كان مثل حالهم. يقول: أحيانا بعض الحرائق الكبيرة أو الحوادث أو كذا قد تستغرق وقتا في إطفائها أو إخراج الناس من هذه الحوادث أو كذا، فيدخل عليهم وقت الصلاة الأخرى فيجمعون بين الصلوات، جائز. هذه من الأسباب التي تبيح الجمع بين الصلوات، هذه من الأسباب التي تبيح الجمع بين الصلوات، لأن إنقاذ إنسان من مهلكة أمر عظيم جدا، فيجوز معه أن يجمع بين الصلاتين. ومثل الطبيب أيضا، أحيانا بعض الأطباء، أنا حدثني بعض الأطباء عملية تستغرق 18 ساعة خاصة الحوادث وكذا، ومرات تستغرق، واحد حدثني طبيب يقول أنا جلست في عملية 12 ساعة يقول في العملية ذاته، ولا أستطيع أن أتحرك، يعني واقف عليه، يعني ما أقدر أروح أصلي. فمثل هذه الحالات، هذه حالات استثنائية وطارئة، لا بأس أن الإنسان يجمع بين الصلاتين في مثل هذه الحال. وكذلك السؤال الثاني يقول أنه إطفائيون ويخمدون حريقا، وهذه حالات نادرة جدا، يقول يعني من الليل إلى الصباح وهم يطفئون هذا الحريق، يعني ومنهكون جدا وفاتت صلاة الجمعة، لا شيء عليه إن شاء الله، لا شيء عليه إن شاء الله تعالى. فالقصد أن هذه الأسباب مما يباح معها الجمع أو تفويت الصلاة رغما عنه، ولا يقصد أن يفوت الصلاة لكن فاتته لأنه منهك لم يستطع أن يستيقظ، والله أعلم. يسأل عن الخلع، هل يعد طلقة؟ وكذلك هل له أن يراجعها بعد الخلع؟ نحن خلنا نفهم الخلع ما هو. الخلع أن تخلع المرأة نفسها، يعني يطلقها الرجل رغما عنه أو بعد أن يأخذ مهره أو ما يقابل الخلع، يعني فرق بينه وبين الطلاق. الطلاق بيد الرجل، يطلق، أنت طالق، انتهى الأمر. لكن عندما المرأة هي التي تقول له طلقني أو فارقني أو خالعني، تطلب منه ذلك، فيقول لها ردي علي مهري، هذا من حقه، ردي علي مهري وأسرحك، فتعطيه مهره أو أقل من مهري حسب ما يتفقان عليه، ويسمى خلعا، وهي أن تفدي المرأة نفسها، أن تفدي المرأة نفسها بمقابل، فتعطي زوجها مقابلا بحيث أنه يفارقها. فإذا أخذ المقابل ليس له أن يراجعها، يعني بعد ما يأخذ يقول يلا رجعتك، ما استفدنا شيء، ما طبنا ولا غدا الشر، خذ مهره وقعدها على ذمته، لا ما يصل. الخلع بائن، بينونة صغرى، والمرأة تبين من زوجها بينونة صغرى في 4 حالات: في حال الخلع إذا خالعته فإنها تبين منه بينونة صغرى، وإذا طلقها قبل الدخول، عقد وطلق، هذا تبين منه بينونة صغرى، وإذا انقضت عدتها ولم يراجعها تبين منه بينونة صغرى، وإذا طلقها القاضي سمى طلاق الضرر، يعني اشتكت زوجها يؤذيها يضربها لا يصلي يشرب الخمر في البيت، يعني المهم أنه اقتنع القاضي بأنه لا يصلح لها زوجا فأمره أن يطلقها، ثم طلاق الضرر، هذا كذلك طلاق بائن، وهذا كله بينونة صغرى لا يراجعها إلا بعقد جديد فيه مهر وفيه رضا الزوجة ورضا الولي، نفس شروط وأركان العقد الأول. أما البينونة الكبرى فهذه اللي تكون بعد الطلاق الثالث، عندما يطلقها الثالثة تبين بينونة كبرى، هنا لا يراجع، لا يستطيع يعيدها إذا مت حتى تتزوج غيره ثم يدخل عليها ثم يطلقها أو يموت، عند ذلك لها أن ترجع إلى زوجها الأول أيضا بعقد جديد ومهر جديد وما شابه ذلك من الأمور.
أما الخلع هل يعتبر طلقة أو لا؟ هذه مسألة خلافية. الجمهور يعدون الخلع طلقة، وعندنا في الكويت يعدونها طلقة. الخلع تعد طلقة، تحسب واحدة. ولذلك حبيبة زوجة ثابت بن قيس بن شماس وقيل جميلة، لما طلبت خلعة أن يخالعها، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: إني لا أعيب على ثابت دينا ولا خلقا، ولكني أكره الكفر في الإسلام، يعني ما أستطيع أن أعيش معه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا أمهرك؟ قالت: حديقة. قال: تردين علي حديقته؟ قالت: نعم. فنادى ثابتا قال: فارقها. وفي رواية: طلقها. ولذلك أكثر العلم يعدون الخلع طلاقا، وليس له أن يراجعها إلا بعقد جديد ومهر ورضا شروط الزواج المعروفة. يا شيخ، بعض المرات يحوشني ألم. يعني يحوشني هذه لازم نفسرها. يصيبني ألم في صدري ودقات قلبي تصير سريعة، وأشعر باختناق وضيق تنفس، وأشعر كأني سأموت. وعندما أذهب إلى الطبيب ويقومون بالفحوصات يقول لي: ما فيك شيء، هذا شيء نفسي. وأقول بيني وبين نفسي: هذه علامات الموت، أكيد الطلب الطب ما اكتشف ماذا فيني، ويؤثر علي وعلى نومي بسبب التفكير، أخاف أنام ما أقوم، وتطوفني صلاة الفجر بسبب الخوف هذا. طيب لمتى بتعيش؟ لمتى بتعيش؟ يعني شنو يعني ما راح تموت؟ كلنا راح نموت. فالإنسان ليش يخاف من الموت؟ أهم شيء استعد للموت. قضية الموت ما في أحد لن يموت. إذا مات سيد الخلق فالكل سيموت، الكل سيموت. أفإن مت فهم الخالدون، إنك ميت وإنهم، الكل سيموت. فالخوف من الموت ليس هو الصحيح، الصحيح الاستعداد للموت، أن يستعد الإنسان. نحن الآن عندما ننام ماذا نقول؟ باسمك اللهم أموت وأحيا. والله سبحانه يقول: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فتقبض أنفسنا ونحن في فراشنا تقبض، فيمسك التي كتب عليها الموت ويرسل الأخرى. فالقصد أن الإنسان لا ينبغي عليه أن يخاف من الموت، ينبغي أن يستعد للموت. والموت يأتي فجأة. في ناس جالسة هكذا طاح ومات، نام ما استيقظ. ناس تموت في السيارة، ناس تموت في المزرعة، ناس تموت في البيت، ناس تموت في الملعب، ناس تموت في البر، في البحر. يخوض الشيخ في بحر المنايا ويرجع سالما والبحر طامي، ويأتي الموت طفلا في مهود فيلقى حتفه قبل الفطام. فقضية أني أخاف من الموت، طيب بتعيش لمتى؟ أكيد تبي تموت. فبدل أن تخاف من الموت استعد للموت. يجب علينا أن نستعد للموت. فإذا جاءنا الموت وإذا نحن مستعدون موحدون، ليس لنا أو في رقابنا مظلمة لأحد، تبنى إلى الله تبارك من معاصينا، فحي الله الموت، فليأتي الموت. فالإنسان الذي لا يستعد للموت هو الذي يخاف. فإذا استعددنا للموت ما نخاف، خلاص متى جاء حياه الله. لكن أهم شيء الإنسان يكون مستعدا لهذا الموت. أما الخوف من الموت هذا كلام لا يقوله مسلم، أنه والله أخاف من الموت وخاف دينه. أكيد بيجيك الموت، نحن نؤمن أننا سنموت، ما أحد فينا يؤمن أنه سيخلد، كلنا سنموت. فنستعد للموت ولا نخاف من الموت، والله المستعان. يقول: هل ولى عمر امرأة على القضاء؟ لا، كذب، لم يثبت أن عمر ولى امرأة على القضاء أبدا، هذا غير صحيح أبدا. يعني كيف تتولى المرأة القضاء وهي أصلا هي لا تقبل شهادتها في أكثر القضايا؟ لا يمكن. التي لا تقبل شهادتها في القضاء هل يمكن أن تكون هي القاضية؟ لا يمكن أبدا. المرأة لا تقبل شهادتها في الحدود أبدا، وفي المعاملات تقبل نصف رجل تعتبر، فإن لم يكونا رجلين واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى.
فإذا كانت شهادتها نصف شهادة الرجل وشهادتها لا تقبل في الحدود، فهل يمكن أن تكون هي القاضية؟ لا يمكن أبدا، وهذا كذب على عمر أنه ولا قاضية من النساء، هذا غير صحيح أبدا. وإنما هالدعوة هم هؤلاء إذا اشتهوا جابوا من هذه القصص حتى توافق أهواء، مثل الذي قال إن المظاهرات حلال، دليل إن عمر وحمزة خرجوا مظاهرة في قريش والنصر، كذب، كلام فاضي لا قيمة له. أو إن يجوز الإنكار على الحاكم لأن سلمان الفارسي لما قال عمر إن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني، فرفع السيف وقال والله إن قومنك بسيفنا بسيوفنا هذه، فقال عمر لا خير فيكم إن لم تقولوها ولا خير فينا إن لم، كذب، ما حصل هذا ولا تكلم سلمان بها، ولا سلمان يجرؤ أن يقول، وسلمان أكرم من أن يتكلم بخلاف الشريعة، يرفع السيف على الحاكم ويقول له إن قومك بسيوفنا هذا، وعمر يقول له جيد أحسنت، كلام فاضي هذا. فهذه القصص المكذوبة يستفيدون منها لتقوية آرائهم الضالة الشنيعة، هذا غير صحيح أبدا، والقصة هذه باطلة لا تصلح أبدا. الاستعداد للموت أولا أن ما تكون لك لأحد المظلمة عليك، إذا الناس لهم عندك حق تعطيهم إياه، هذا واحد. أنك تتوب إلى الله قبل أن تنام، تتوب إلى الله تبارك وتعالى توبة النصوح، اللهم إني أتوب إليك توبة النصوح، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، اللهم أعذبك أتوب من كل الذنوب، هاك تعم الذنوب كلها. أنك إذا كان الناس عندها أمانات عندك طيب تكتبها بورقة، فلان له كذا فلان له كذا فلان له كذا، إذا كانت لك ديون على الناس تكتب، أنت بتوصي تكتب وصيتك أن كذا لفلان كذا لفلان كذا لفلان، إذا كانت يعني عندك أخطاء في تقصير مع الله تبارك وتعالى في التوحيد أو كذا تضبط أمورك، فهذا هو الاستعداد للموت إن شاء الله تعالى، الله يجعلنا كلنا مستعدين. يقول الفردوس هل هي درجة واحدة أو درجات؟ الله أعلم، لكن لا شك أن الجنة درجات، وذكر الله تبارك مجموعة من الجنان، جنة عدن وجنة النعيم وجنة الفردوس وجنة الخلد، لكن هل هذه فقط هي الجنات أو هناك غيرها؟ الله أعلم. نعم، ولكن أهل الجنة لا شك أنهم درجات، ما بين الدرجة والدرجة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما ترون الكوكب في الأفق. نعم، يقول ما هي عورة المرأة وما هي عورة الأمة وهل بينهما فرق؟ إنما يتكلم أهل العلم عن العورة، يريدون العورة في الصلاة، العورة في الصلاة، ويقول أهل العلم زيادة التشريف زيادة التكليف، هذه قاعدة، كلما زاد الشرف زاد التكليف، ولما كان الرجل أفضل من المرأة إذا كلف الرجل أمورا لم تكلفها المرأة كالجهاد والخروج إلى المسجد والدعوة إلى الله تبارك وتعالى والضرب في الأرض ودفع المهر والنفقة وغير ذلك من الأمور، لما زاد التشريف زاد التكليف، وكذلك الأنبياء لما زاد تشريفهم زاد تكليفهم، ولذلك يقول الله تبارك يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. ذهب كثير من أهل العلم إلى أن قيام الليل واجب في حق النبي مستحب في حق الأمة، وكذلك الفرار من القتال، يجوز الإنسان يفر من الكفار إذا كانوا أكثر من الضعف، النبي لا يجوز له أن يفر مهما كان العدد، فكلما زاد التشريف زاد التكليف، فالمرأة الحرة أفضل من الأمة العبدة، وذلك زاد تكليفها، أمرت في الصلاة أن تغطي جميع جسدها ما عدا الوجه والخلاف في الكفين والقدمين، فالقصد أنها تغطي جميع جسدها، لو صلت مكشوفة الشعر أو مفتوح أو الساعد أو الساق باطلة صلاتها المرأة. أما الأمة لا، صلاتها صحيحة لو شعرها طالع، لو كتفها طالع، لو يدها طالعة، ساقها خارج، ما في، ليست عورة في الصلاة. لماذا؟ لأن الله خفف عنها سبحانه وتعالى، فعورة الأمة غير عورة الحرة. وفي غير الصلاة، في غير الصلاة الخلاف في الوجه، هل الحرة مأمورة بستر وجهها أو غير مأمورة بستر وجهها، هذا خلاف فيها، والأمة اتفاق أنها غير مأمورة بستر وجهها، الأمة المملوكة العبدة المملوكة. نعم، يقول لماذا تخرجون الأشاعرة من أهل السنة
وهل ابن حجر والنووي وغيرهم من الأشاعر لم يعرفوا ويتوصلوا إلى الحق؟ أولا ابن حجر والنووي ليسوا من الأشاعرة، ليسوا من الأشاعرة، وإنهم من علماء أهل السنة. الأشاعرة يعني هم أقرب أهل البدع، هم الماتريدية وأحسنوا منهم الكلابية، هم أقرب أهل البدع إلى أهل السنة، أقرب أهل البدع لأهل السنة، ولكنهم ليسوا من أهل السنة لأنهم عندهم مخالفات كثيرة جدا، ليس هذا مجال يعني ذكرها، قد ذكرناها في مواضيع أخرى موجودة على اليوتيوب وغيره. لكن القصد أن الأشاعرة لا يعدون من أهل السنة، وإنما يعني إذا قلنا أهل السنة قسمان أو الناس قسمان، كافر ومسلم، كافر ومسلم، ثم قلنا المسلمون قسمان مثلا شيعة وسنة، فالأشاعرة سنة ليسوا شيعة، المعتزلة سنة ليسوا شيعة، ثم لكن إذا قلنا سنة وبدعة فهنا الأشاعرة والمعتزلة وكلهم يدخلون في البدعة لا يدخلون في السنة. فإذا قال إذا أرادناهم سنة وليسوا شيعة، نعم سنة ليسوا شيعة، أما إذا أراد سنة وليسوا بدعة، لا بدعة وليسوا سنة. نعم. ما صحة حديث لا يكن أحدكم إمعة، إن أحسن الناس أحسنوا وإن أساءوا أساء؟ لا، هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه قول لابن مسعود، وطنوا أنفسكم على لا يكونن أحدكم إمعة، ووطنوا أنفسكم إن أساء الناس، إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساء لا تسيئوا، هذا أثر لابن مسعود ولا يصح حديثا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني المرأة أم الرجال؟ لا، لم يقل أحد من أهل العلم أن المرأة يجوز لها أن تأم الرجال، لكن الكلام هل المرأة تأم النساء أو لا؟ وفي حديث أم ورقة أنها كانت تأم النساء، والمرأة إذا أمت النساء تكون في وسطهن لا تتقدم كالإمام من الرجال، ولا تكون بنفس الصف مع النساء وتأمهن، وهذا بين النساء جائز ما في بأس، لكن المرأة تأم الرجال لا يجوز. وكانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تحفظ القرآن وتقدم عبدها يصلي بها وهو لا يحفظ القرآن، يفتح المصحف ويقرأ منه، ولو كانت المرأة تؤمن صلت في إمام رضي الله عنها. لا لا، المرأة لا تأم الرجال أبدا، وإنما المرأة تأم النساء ما في بأس أن تأم النساء، والنساء صلينا جماعة وصلينا منفردات الأمر فيه سعة، ما في بأس المرأة بالنسبة لهذا الأمر. يعني يقول الذي يتأخر عن الصلاة هل ينقص الأجر؟ أكيد، بغض النظر، لكن الصلاة إنما يدركها الإنسان يعني كاملة في خشوعها وفي ركعاتها كذلك، فمن تأخر عن الصلاة طبعا إذا كان معذورا الله يعذره سبحانه وتعالى، لكن القصد أنه لا يكون أجره مثل أجر الذي أدرك الصلاة من أولها. نعم. يقول بغض النظر، يقول في مكان مثل نصلي جماعة يكون العدد كبيرا ولا يسمع صوت الإمام، هل يصلون؟ لا، ليس لا يصلون بجانب الإمام أبدا، وإنما يصلون بالصفوف التي خلفه. أيام الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان في مكبرات صوت، وكانوا يصلون صفوف خلف، ويقول ابن عباس رضي الله عنه في صلاة الكسوف لا نسمع ما يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذا شرع اللي هو قضية اللي يسمونه اللي ردوا اللي يسمونه مبلغ، الذي يبلغ خلف الإمام، فإذا كانت صفوف الخلفية لا تسمع فهذا الذي يبلغ خلف الإمام الصف الرابع مثلا الصف الثالث يقول الله أكبر سمع الله لمن حمده أو كذا، بحيث أنه يسمع أو ربنا لك الحمد يسمع الذين خلف الذين لا يسمعون، لكن لا يأتي صف جنب الإمام إلا إذا كان ما في مكان، إذا كان ما في مكان يصف جنب الإمام، وإلا الأصل أن الإمام يكون منفردا، هذا هو الأصل. لكن لو صلى بجانب الإمام عن يمينه صلاة صحيحة، لكن نقول خلاف السنة، ليس من السنة أن يأتي ويصف بجانب الإمام. ممكن صلى أربعة بجنب الإمام يمين بعدين يصلون يسار ولا؟ ما في مشكلة، مو إلا أربعة، واحد. المهم أنه لا يخلو يمينه، يعني ما تصلي عن يسار الإمام ويمينه خالية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوما فجاء جابر فصلى عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأخذه وحوله عن يمينه، ثم جاء جويبر وصلى بجانب فأرجعهما النبي خلفه، وابن عباس كذلك لما صلى عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم أداره النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه. فالأصل لا يصلي عن يسار الإمام وإنما يصلي عن يمينه، لكن إذا كان في أحد عن يمينه لا بأس،
أن يصلي عن يساره. ابن مسعود كان يصلي مسروق عن يمينه والأسود عن يساره، ما في بأس إذا كان الإمام بالوسط، لكن لا يكون فقط عن يساره ولا أحد عن يمينه. آخر سؤال يقول: عذاب القبر هل هو حقيقة أو لا؟ وهل هو على البدن أو لا؟ قطعا عذاب القبر على البدن، وهذا قول أهل العلم جميعا، خالف فيه المعتزلة وأنكروا عذاب القبر على البدن بدعوى أننا لو حفرنا قبرا لا نجد شيئا من ذلك. هذا كلام باطل، لأن هذه غيبيات، والمؤمنون الله مدحهم سبحانه وتعالى في أول سورة، يعني في ثاني سورة البقرة، قال: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. أول وصف وصفهم الله تعالى أنه يؤمن بالغيب، وإذا كان الإنسان سيدخل عقله في كل شيء، إذن شجرة في الجنة طولها 100 عام وغصانها 100 عام، شلون شجرة 100 عام؟ لا ما فيه. ثم يأتي آخر ويقول: ما بين درجة ودرجة من الجنة كما بعد الكوكب الدري. قال: لا مستحيل، ما يصير هذا، وين تصير؟ أو يقول: يرى مخ ساقها لبياضها. يقول: لا شلون يرى مخ ساق؟ ما يرى مخ الساق أصلا. أو آخر يقول ينكر أن الجنة عرضها السماوات والأرض، يقول: أين النار مثلا إذا الجنة عرضها السماوات والأرض؟ فالإنسان إذا أدخل عقله القاصر، لأن عقولنا قاصرة على قدنا، الله أعطانا عقولا على قدرنا، فإذا أدخل عقله في هذه الغيبيات سينكر أشياء كثيرة، ويكفي أن يقول له فقط: وين الروح؟ يلا خلصني، أين الروح؟ عندك روح؟ ما عندك روح، بدليل وين الروح؟ المسهلي، أين العقل؟ المسهلي. فقضية إنكار ما لا أشعر أنا به هذا جهل، ولكن النصوص: النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، أما الآخر كان يمشي بالنميمة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أدخل الكافر إلى قبره ضرب بمطرقة على رأسه يصيح منها صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلان. طيب، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقعد الميت ثم يفتح له باب من الجنة، المؤمن والكافر يفتح له باب من النار، وهذا يأتيه من روحها وهذا يأتيه من شرها وسمومها، وهما قبران بجانب بعضهما. فالإنسان إذا أدخل عقله سينكر جميع هذه النصوص والعياذ بالله، لكن المؤمنين يؤمنون بما شرع الله تبارك وتعالى، وبما قال الله، وبما قال رسوله صلى الله عليه وسلم. والله أعلى وأعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.